السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صبحكم الله بالخير. معكم أخوكم إبراهيم المهالي معروف ربيع قرطبة في هذا المقطع، والذي أسهم فيه وأشارك في مبادرة أعلن عنها موقع أو صفحة صالون يقرأون، وهي عبارة عن مبادرة تحث الشباب على القراءة والمطالعة، وأيضا أن يسهموا ويشاركوا بتلخيص تلك الكتب والمصنفات التي قرأوها حتى يفيدوا إخوانهم ويعطوا نبذة عن هذه الكتب وهذه الروايات وهذه المصنفات بصفة عامة التي قرأوها. وهذه مبادرة طيبة ونافعة وإيجابية، لأنها تحث الشباب المسلم على الإقبال على الكتب والإقبال على تثقيف الذات، لأن الأمة التي لا تقرأ أمة لن تستطيع أن تقوم وتنهض، إنما نهضة الأمم وقيام الأمم مرتكز أساسا وقائم على مستوى وعي أفرادها. الأمة الإسلامية حينما كانت مهتمة بالعلم بالقراءة، كانت المكتبات في البلدان الإسلامية محجا لطلاب العلم من كل الأصقاع. في قرطبة المكتبة الأموية التي كانت تضم عشرات الآلاف من الكتب في ذلك العمق التاريخي، مجرد الفهارس، فهارس الكتب كانت بالمئات. فكيف لو يعني تحدثنا عن عدد الكتب والمصنفات في مختلف العلوم؟ فكانت الثقافة وكانت المطالعة أمرا يعني طبيعيا بالنسبة للمجتمعات آنذاك. تحدث عن مكتبة بغداد و يعني الكنوز التي كانت فيها، كنوز في العلم في الطب والفلك والفلسفة والأدب، ناهيك عن علوم الشرع، حتى أنه كما تعلمون حينما جاء التتار، هذه الأمة الهمجية التي لم تكن تعرف القراءة ولا تهتم بها، إنما هي أمة قامت على السيف وعلى الرماح وعلى القتال والنهب والسلب، لما دخلوا بغداد وأحرقوها وفعلوا فيها ما فعلوا، اتخذوا من الكتب التي كانت في مكتبة بغداد والتي كانت تعتبر أعظم مكتبة في العالم، اتخذوها جسرا، اتخذوها ماذا؟ جسرا ألقوه أو ألقوا تلك الكتب على نهر دجلة. الشاهد ماذا؟ الشاهد أننا في أمس الحاجة إلى يعني ترسيخ فكرة الدراسة والمطالعة والقراءة، خاصة في هذا العصر وفي هذه المرحلة التي يعني ظهرت فيها التقنية والرقميات، فأعرض وعزف كثير من الشباب عن المطالعة وأعرضوا عنها وأقبلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المحادثات إلى غير ذلك، وعلى المعلومة السريعة وعلى المعلومة الجاهزة. يعني كما يقال مثلا في المأكولات فاست فود، صارت عندنا أيضا يعني هناك مأكولات سريعة وهناك كذلك مطالعات سريعة. حتى في مقاطع اليوتيوب مثلا تجد الإنسان لا يستطيع أن يشاهد مقطعا من 20 دقيقة أو 40 دقيقة، فيحتاج أن تسجل له مقطعا في 5 دقائق. يعني فترة يعني منذ 10 سنوات، الفترة التي يعني درسنا فيها في الباكالوريا في الثانوي وفي الإعدادي وفي الابتدائي، وقتها ما كانت التقنية وما كانت هذا، ما كان هذا الطرف، فكان عشقنا للكتب لا يعلم به أحد إلا الله. يعني تجد الشاب يقرأ الروايات، تجده
مقبلا على كتب وروايات نجيب محفوظ، ويقرأ لتوفيق الحكيم، ويقرأ للمنفلوطي، ويقرأ لأغاتا كريستي، يقرأ رواية الجيل بغض النظر. إنسان يطالع، ليس لك بديل، ليس لك بديل. وهذا أسهم صراحة في ماذا؟ في توسعة المدارك، وأيضا في إعطاء الإنسان وعي، وعي يعني وثقافة وحصيلة علمية، وكذلك حصيلة لغوية. وهذا للأسف الشديد قد ندر في هذه الأيام المتأخرة. الكتاب الذي أردت المشاركة به وأن أتحدث عنه كتاب من أروع الكتب التي قرأتها، وهو كتاب الشيخ العلامة عبد الفتاح أبي غدة رحمة الله عليه. والكتاب تحت عنوان صفحات من صدر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. هذا الكتاب أنا ليس عندي الآن كتاب، يعني تعبت في تحصيله، يعني أنا قرأت الكتاب في مكتبة كلية الشريعة وعملت له نسخة، يعني لم أجد الكتاب في المكتبات في المغرب، يعني مشيت الحبوس، مشيت يعني تعبت، لكن الحمد لله النسخة الرقمية في الإنترنت موجودة الحمد لله، خاصة أن كانت الطبعة الأخيرة التي أخرجها سلمان ابن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. هذا الكتاب تعرفت عليه في السنة الأولى كلية الشريعة في مكتبة كلية الشريعة في القرويين بأيت ملول، يعني الحمد لله المكتبة كانت متاحة للطلاب، فكثير من الطلبة كانوا يأخذون الكتب المقررة التي يستعينون بها على إعداد العروض. أما أنا فكنت في غالب دخول المكتبة أخذ الكتب التي ماذا؟ الكتب الفكرية والكتب التي لا علاقة لها بالمقررات ولا علاقة لها بماذا؟ بالدروس. فاكتشفت هذا الكتاب وقرأته من الجلدة إلى الجلدة، ثم أعدت قراءته عدة مرات ولخصته تقريبا 3 مرات هذا الكتاب. بالنسبة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، هذا أحد علماء المسلمين من علماء الشام، الشام الجريح، هذه الأرض التي أنجبت العلماء وأنجبت الأساتذة والمفكرين والمجاهدين، أرض خصبة، خصبة برجالاتها، خصبة بمبدعيها، خصبة كذلك بمفكريها وفلاسفتها. عبد الفتاح أبو غدة من شمال سوريا من حلب الشهباء، وقد نشأ في أسرة علم وأدب وحياء وورع. كان أبوه يشتغل في المنسوجات، وكان محبا للعلماء مرتادا للمساجد، فحبب العلم إلى ابنه، حبب العلم إلى ابنه، ونشأ هذا الابن الشيخ عبد الفتاح على ماذا؟ على حب سماع القرآن ومجالسة الفقهاء ومدارسة الشعر. فدرس في حلب، ويذكر الذين ترجموا للشيخ أنه في مرحلة، يعني في سيرته العلمية مر من مرحلتين، المرحلة الأولى في حلب الشهباء، وأخذ فيها عن كبار علماء الشام آنذاك، علماء حلب، فدرس على الشيخ راغب الطباخ رحمه الله، وكان من أعيان العلماء ومن المبرزين آنذاك. كذلك استفاد من الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، الفقيه والأصولي والقانوني، صاحب المصنفات الماتعة، وقد أكثر من ذكر أخباره في كتبه كما في هذا الكتاب. أيضا أخذ عن الشيخ عباس البيانوني، وعائلة البيانوني معروفة، عائلة علم، عائلة يعني معروفة بالتصنيف والتأليف والتدريس، عائلة البيانوني من العائلات المبرزة في سوريا. بعدها لما حصل يعني نصيبا من العلم، اتجه إلى ماذا؟ إلى كعبة العلم آنذاك، اتجه إلى بلاد مصر، إلى قاهرة المعز، فدرس في جامع الأزهر الشريف، والتقى بكبار العلماء آنذاك، ودرس على الشيخ محمد الخضر، هذا الذي كان أيضا من شيوخ الأزهر، ودرس أيضا على الشيخ الإمام محمد شلتوت،
وعلى الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله، وأخذ أيضا عن العلامة المحدث آخر الحفاظ العلامة المغربي عبد الله الصديق الغماري رحمة الله عليه. وفي سوريا أو عفوا في مصر التقى بآخر شيوخ الإسلام بالدولة العثمانية وهو الشيخ مصطفى صبري، وهذا من العلماء الذين كانت لهم مواقف واضحة صادعة أمام العلمانية وأمام الإلحاد في مصنفاته المعروفة. والتقى أيضا بمحمد زاهي الكوثري المحدث المعروف، والذي فر إلى بلاد مصر بعد الانقلاب الذي وقع في تركيا ومحاربة الإسلام وإلغاء الخلافة، فلازمه 6 سنوات. وأخذ عنه ماذا؟ أخذ عنه يعني علما غزيرا، حتى أن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يتكنى كنيته أبو زاهد من حبه للشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله الجميع. الشيخ رحمة الله عليه ترك مصنفات كثيرة جدا، ليس هذا يعني تضطرب إلى 70 كتاب، اضطرب على 70 كتابا، من أبرزها هذا الكتاب الذي ذكرته، كتاب صفحات من صبر العلماء. له كذلك كتاب العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، له أيضا كتاب قيمة الوقت عند العلماء، وغيرها من الكتب. ليس الآن مقام جرد مصنفاته ومؤلفاته. هذا الكتاب كتاب الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمة الله عليه، طبع عدة طبعات. بالمناسبة هذا الكتاب كان عبارة عن محاضرة، أصل الكتاب كانت محاضرة تحدث فيها الشيخ في كلية الشريعة بالرياض في السعودية، لأن الشيخ كان مدرسا هناك، فدعي إلى إلقاء كلمة عن العلماء وعن جهادهم وبذلهم ويعني ما قدموه لأمة الإسلام. فكانت هذه المحاضرة نواة لماذا؟ للكتاب. ثم ماذا؟ ثم طوره ووسعه وأدخل فيه يعني جوانب كثيرة. هذا الكتاب أيها الأحباب الكرام له طريقة عجيبة جدا، له طريقة عجيبة جدا في طريقة التأليف. فهو رحمه الله بعد ذكر يعني مقدمات وأيضا توطئته للكتاب بمقدمة تحدث فيها عن بعض الغرائب والعجائب التي ربما عقل الإنسان لا يستطيع استيعابها، لأنه يقول لك قد تأتيك بعض الغرائب وبعض العجائب، هذه الغرائب والعجائب بالنسبة لزمانك أنت تستغربها، لكن في ذلك الزمان في ذلك السياق التاريخي لم تكن مستغربة. وذكر أمثلة كثيرة جدا، فكانت توطئة حتى يهيئك نفسيا إلى ماذا؟ إلى مجموعة من الأخبار التي ربما الإنسان يستغربها، يعني أخبار وستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قسم الكتاب إلى عدة جوانب، ومع كل طبعة كان يضيف جانبا، فاستقر في آخر الطبعات على 8 جوانب. الجانب الأول ذكر فيه ماذا؟ ذكر الجانب الأول والذي تحدث فيه عن أخبار العلماء وحكايات. بالمناسبة يعني لا يخفى عليكم أن الأسلوب القصصي وأن الحكاية هذا منهج قرآني. يقول أبو حنيفة النعمان رحمه الله: الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه، شاهد ذلك من كتاب الله، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لذلك أيها الطالب أيها الدارس لا بد أن يكون لك نصيب من قراءة التاريخ وقراءة السير والقصص والحكايات حتى تثبت قدمك في هذا الطريق، حتى تكون لك تلك الحكايات كالوقود الذي يلهب حماسك، حتى يكون لك أولئك الناس قدوات ومثلا عليا. الآن فقدنا في هذا الزمان المثال الأعلى لنا في أسلافنا ولنا في جدودنا وأجدادنا، يعني قدوات وأسوات. طيب، ذكر الجانب الأول رحمه الله، وهو الجانب الذي تحدث فيه عن أخبار العلماء في تعبهم ونصبهم في الرحلة
لطلب العلم وقطع المسافات إلى غير ذلك. أنا سأذكر هنا في هذا المقطع إن شاء الله تبارك وتعالى سأسرد الجوانب التي ذكر، ولعلي في هذا المقطع أذكر أمثلة منتخبة من كتابه بالنسبة للجانب الأول، ولعل الثاني والثالث. لكن في المقطع الثاني والذي سأختم به إن شاء الله تعالى في مشاركة أخرى، أقول سوف أذكر باقي القصص وباقي الفوائد المستنبطة من الكتاب. أقول ذكر الجانب الأول أخبارهم في التعب وقطع المسافة الطويلة، الجانب الثاني أخبارهم في هجر النوم وترك اللذة والدعاء وسائر اللذاذات، الجانب الثالث أخبارهم على شظف العيش، الصبر على شظف العيش ومرارة الفقر وبيع الملبوسات والمفروشات، الجانب الرابع أخبارهم في الجوع والعطش في الهواجر في الأيام والساعات، الجانب الخامس أخبارهم في العري الدائم وفقد الماء والنفقات في الغربة، الجانب السادس تحدث أيضا عن أخبارهم في فقدهم لكتبهم أو مصابهم بضياعها أو بيعهم لمكتباتهم وما شابه ذلك، وأخيرا ذكر خاتمة ما يستفاد ماذا من هذه الصفحات من فوائد ونصائح وتوجيهات. لكنه أيضا في الطبعة الأخيرة ذكر جانبين، ذكر ماذا؟ ذكر جانبين، ذكر الجانب السابع قال فيه وتحدث فيه في الطبعة، وكل طبعة إلا وفيها فوائد، فيها فهارس وفيها إضافات وفيها تنقيحات. أقول في الطبعة أو الجانب السابع ذكر فيه أخبارهم في تبتلهم وتركهم للزواج ونحوه من المرغوبات من أجل الازدياد في العلم والانقطاع عن العلم والتفرغ له، مع أن هذا المعنى قد صنفه في كتاب وهو كتاب العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. أما الجانب الثامن فهو بذلهم للمال وبيع المملوكات والمقتنيات لتحصيل العلم وللارتحال ولقاء العلماء وشراء الكتب والورق ونحو ذلك. إذا هكذا يعني طبيعة الكتاب، والكتاب تميز بقوة لغته، وأيضا كان يهتم بضبط الأسماء وضبط الكنى والأماكن والبلدان، وأيضا كان يهتم بشرح المفردات التي ربما لا يفهمها القارئ، وتميز أيضا بكثرة النقولات والمصادر، وأيضا يطيل النفس رحمه الله، يطيل النفس في ذكر الكلمات ومعانيها وأصولها ومواضعها وسياقاتها. ولا شك أن من يقرأ للشيخ عبد الفتاح أبي غدة يتحصل ويخرج بفوائد غزيرة في اللغة أو في لغة العلم عموما، في لغة العلم عموما. بالنسبة للجانب الأول، الجانب الأول أخبارهم في السفر والرحلة في طلب العلم، اخترت لكم بعض الفقرات، وهي قصة العالم الكبير المحدث الرحالة أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، يذكر عنه ابنه وهو ابن أبي حاتم في كتابه وتقدمته لكتاب الجرح والتعديل، ذكر في ترجمة أبيه أبي حاتم الرازي قال: واسمعوا لهذه القصة لتنظروا كيف كانت همة أولئك الناس. قال: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، لم أزل، أو قال أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. بمعنى هذا ليس منقولا عن هذا، كلامه هو يتحدث عن نفسه ونقل هذا الكلام ابنه، بمعنى ليس عبارة عن كلام يقال وبلل فيه، الرجل يتحدث عن نفسه. أحصيت ما مشيت على قدم، وقت ما كان في قطار، ما كان في مترو، ما كان في سيارة، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. تعرفون كم الفرسخ، كم طوله وكم مقداره؟ الفرسخ بمشي القدم يقولون نحو 1.5 ساعة، وهو 3 أميال، أي 5 كيلومتر تقريبا كما في معجم لاروس، وقدره بعضهم بأكثر من 5 كيلومترات كما ذكر أحمد الحسيني
في كتابه دليل المسافر. الفرسخ لو تضربها على 5 كيلومترات 5000 كيلومتر. تخيل إنسان تمشى المسافة ما بين يعني مثلا ما بين الشرق وغرب أمريكا مشاها بقدمه 5000 كيلومترات. قال لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. مل من ذاك العداد ديالو توقف وتعب من الإحصاء. قال أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فلا أحصي كم من مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة. قال وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا، يعني رجل المغرب هو رازي من الري، من بلاد ماذا؟ من بلاد فارس، بلاد خراسان. خرجت من قلب وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا، وذلك في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، مشى من سلا إلى مصر. قال ومن مصر إلى الرملة ماشيا بلا فلسطين، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص. عن هذه المدن وهذه الأماكن للأسف الآن للأسف دمرت عن آخرها. هذه بلاد الشام التي أهلكتها الحروب، أهلكتها الحروب ودمرها الجهل، الجهل ودمرها كذلك المؤامرات. وحينما أقول المؤامرات أعني بذلك المؤامرات الغربية زائد المؤامرات العربية. صارت عن مقبرة يرتع فيها وترتع فيها ملائكة الجحيم من المخابرات الغربية والمخابرات العربية. للأسف صراع قائم بين كيانات وضحية الشعب السوري. كانت هذه الأماكن بستانا وبساتين للعلم وللمعرفة ولرحلات العلماء. قال ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، بكل بلاد الشام فلسطين، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان، ورجعت سنة 221، ثم ذكر رحلته الثانية إلى آخره. كذلك ذكروا في ترجمة أحد العلماء، واسمعوا هذه القصة هي شوية طريفة وتعجبني، للعالم الكبير المحدث محدث الشام، سبحان الله علماء الشام، سبحان الله العجيب، أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الطرابلسي، يقول ابن أبي كامل سمعت خيثمة يقول ركبت البحر وقصدت جبلا، جبل هذه في الساحل قرب اللاذقية في سوريا، ركبت البحر وقصدت جبلا لأسمع من يوسف بن بحر، ثم خرجت إلى أنطاكية في جنوب طوكيا، فلقينا مركب فقتلناهم، لأن هذه منطقة الثغور مع الدولة البيزنطية، فلقينا مركب قتلناهم، ثم تسلم مركبنا قوم من مقدمه فأخذوني ثم ضربوني وقيدوا وسجنوا. قال فكتبوا أسماءنا، قالوا ما اسمك؟ قلت خيثمة، فقال اكتب حمار بن حمار. قال فلما ضربت سكرت حتى ماذا؟ حتى أغشي علي، يعني أصابته ماذا؟ أصابته غشية من شدة الألم والضرب. قال فنمت فرأيت كأني أنظر إلى الجنة، الآن والآن في أحلام، وعلى بابها جماعة من الحور العين يتحدثون. فقالت إحداهن يا شقي إيش فاتك؟ قالت أخرى إيش فاته؟ قالت لو قتل كان في الجنة
مع الحور العين. فقالت لها الأخرى: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له. يعني هذا ما زال في الأحلام. قال: فاستيقظت وانتبهت ورأيت كأن من يقول لي، كأن هاتفا نادى: اقرأ سورة التوبة، سورة براءة. فقرأت إلى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال: فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر، ففك الله أسري، فك الله أسري. فهذه فقط من بعض القصص. الشاهد ماذا؟ أنهم كانوا يعني يضحون بأوقاتهم، بأنفسهم، بكل شيء في سبيل المعرفة وفي سبيل المطالعة وفي سبيل القراءة. أكتفي بهذا القدر لأني لا أريد الإطالة، ولعل باقي الجوانب سوف أفردها بمقاطع، ممكن مقطع ثاني أو ثالث أو رابع. وهذه مشاركتي في صالون يقرأون. أتمنى أن يعجب المستمعين وأن يعني ينتفع بها أو ينتفع به المشاهدون. فما كان من صواب فذلك من الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.